ياسين خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا مع هجرة القبائل اليمانية والقيسية إلى بلاد الأندلس صار المجتمع الأندلسي مكوناً من عدة فئات مكوناً من العرب بجنسيهم القبائل القيسية العدنانية والقبائل اليمانية القحطانية وأيضاً يتكون من بعض الأعراق الأخرى يتكون من البربر الذين هم أصل الإسلام في بلاد المغرب والمسلمون كانوا قد استعانوا بهم في مقدمات الفتح الإسلامي ويكفي أن نعرف أن طريف بن مالك النخعي ثم طارق بن زياد كلاهما من البربر وكان مكوناً أيضاً ممن يسمون بالمولدين وهم عبارة عن المسلمين الذين ولدوا في بلاد الأندلس من أب عربي أو بربري والأم من القوط من أي مملكة نصرانية فلما يكبر هذا الولد كونت مثل الجماعة أو الفئة التي عرفت بعد ذلك باسم المولدين وفيها جماعة كبيرة من العلماء بالإضافة إلى أعراق أخرى غير مسلمة كاليهود والنصارى وغيرهم المسلمون في هذه الفئات المختلفة كانوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر تماسكاً لكن الإشكالية كانت قد بدأت مبكراً فعبد الرحمن الداخل منذ دخوله كان قد وجد أن هناك صراعات قبلية عظيمة بين القبائل القيسية وبين القبائل اليمنية كان قد أدرك عبد الرحمن الفهري آخر ولاة الأندلس وكان يتعصب للقيسيين على حساب اليمانيين كان قد وجد أن كثيراً من الأمراء والولاة الذين كانوا يتولون بلاد الأندلس كان يستعين بعضهم على حساب بعض إذا كان يمانياً يستعين باليمانيين وإذا كان قيسياً يستعين بالقيسيين ولذلك حتى التركيبة السكانية التي تكونت منها المساحة الجغرافية الأندلسية كانت عبارة عن تكوين قد أدى إلى نمو وتظاهر هذه الإشكالية إشكالية الخلاف القيسي اليماني فالقبائل القيسية واليمانية بحكم أنها قبائل جاءت من جزيرة العرب كانت تسكن السهول والبربر كانوا يسكنون الجبال استأثرت القبائل القيسية واليمانية بشرق الأندلس وجنوبها وصار للقبائل البربرية شمال الأندلس وغربها حيث المناطق الباردة حيث المناطق المتاخمة للممالك النصرانية ولا شك أن الإنسان إذا رأى بجواره ابن عمه أو قريبه أو قريبة أو رأى بجواره أحد الذين ينتمون إلى قبيلته سيؤدي هذا إلى نمو وضعف ظاهرة العصبية القبلية بين هذه القبائل الوضع اليوم لا يختلف تماماً عن الوضع بالأمس لما نقرأ في تاريخ الخلافات القديمة القيسية واليمانية في بلاد مصر والمغرب والأندلس نجد أن هذه القبائل سواء كانت قيسية أو يمانية جاءت من هنا من بلاد اليمن جاءت من الجزيرة من مكة والمدينة لو أردت أن تسأل أي يمني الآن في جميع محافظات اليمن عن نسبه أو عن اسمه لا بد أن يرفع نسبه كعادة القبائل في الجزيرة العربية كل هؤلاء الآن الذين تكتظ بهم مدينة صنعاء عندهم الافتخار بالنسب ورفع الرجل نسبه من مسلمات الأمور وهي ثقافة تعبر عنها الجزيرة العربية وليس بغريب أن تنتقل هذه الثقافة إلى المدن الأخرى وجودي هنا في صنعاء أثرى عندي معنى المحافظة على التراث
نحن اليوم نواجه إشكالية في كثير من المدن الإسلامية والعربية، إهمال هذه الجوانب الحضارية التي جئنا اليوم لنصور عندها. جئنا لنصور عندها لنذكر عبق التاريخ في تاريخ مضى، لنذكر بتلك العصور القديمة سواء كانت جاهلية، كما يوجد هنا كنيسة القليس، الكنيسة التي بناها أبراهة الحبشي موجودة هنا، يوجد هنا سد مأرب، يوجد هنا بعض الجوامع القديمة والبيوت التي تذكر بعبق التاريخ القديم لمدينة صنعاء. المحافظة على هذه الأماكن يعكس أهمية محافظة الإنسان على تراثه. ما زالت الطبيعة التي يعيشها الناس هنا طبيعة البساطة والحاجة والفقر تعبر عنهم في كلامهم، في زيهم، في أعمالهم، وهم مع دينهم وصلاحهم ومع محافظتهم على العادات والتقاليد، إلا أنهم كغيرهم من الأمم العربية والإسلامية الأخرى يواجهون إشكالية كبيرة جدا. نحن لا نواجه إشكالية في العمل بقدر مواجهتنا لإشكالية هذه المناظر التي نراها، والتي نتمنى من الأمم الإسلامية كلها أن تحذو حذو اليمن في المحافظة على العادات والتقاليد، وأن تحذو اليمن حذو غيرها بمحافظة بالحرص على الاستفادة من التقدم العصري الذي يشهده المسلمون. نتوجه الآن إلى سوق صنعاء القديم، وهناك فعلا ستجد التاريخ اليماني القديم. هذه البيوت والأزقة والطرق هي نفسها التي كانت موجودة قديما. هذه سمة من سمات أهل اليمن، نرى منارة الجامع الكبير، رأس منارة الجامع الكبير في وسط مدينة صنعاء القديمة. ما زالت اليمن تحتفظ بكثير من مصادر رزقها القديم، كونها تطل على خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب. هذا يثري شيئا ما الحياة الاقتصادية ويجعلها تعتمد على نفسها في الزراعة، فكثير من الفواكه والخضروات محلية وطازجة، لكن البنية التحتية متناثرة تناثر هذا الحصى. لا توجد بنية كبيرة تقوم عليها هذه البلاد للأسف. طبعا لا شك أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لأن تقوي دعائم هذه الدولة، لكن هذا يحتاج إلى تضافر جهود عظيمة في مستوى الحكومة ومستوى الشعب أيضا. هذا مدخل الجامع الكبير. تذكر قصة الفليحي دكتور؟ الفليحي هذا رجل كان من الصالحين، وكان يجمع ماله لينفقه بعد موته ليبنى له مسجدا. فقال له أحد عبيده وهو يمشي خلفه في السراج، العادة الإنسان في السراج يمشي في الأمام، فقال له الفليحي: لما تمشي خلفي؟ يخاطب العبد، وكان العبد ذكي. فقال: هذه رؤيتك في الحياة، هذا مذهبك في الحياة. قال له: كيف؟ قال: أنت تجمع المال ليبنى لك المسجد بعد موتك، والعادة الرجل يسعى إلى أن يتصدق في حياته حتى يرى أثر الصدقة. قال: صدقت. فبنى مسجد في حياته، جامع الفليحي المشهور في صنعاء القديمة. وفي يوم من الأيام قال للعبد: إذا صلينا العشاء أخبر أهل المسجد أن يحضروا العشاء، كل من صلى معنا العشاء. فوقف العبد عند باب المسجد، وذهب الفليحي للبيت قد أعد وليمة العشاء لعشرات المصلين. لكن الغريب أن العبد لم يأتي إلا معه أقل من 5. وين المصلين؟ أين الذين صلوا معنا العشاء؟ فقال: أنت قلت لا يأتي إلا من صلى معنا العشاء. قال: نعم. قال: سألت كل من صلى معنا ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ ما عرف. قال: والإنسان اللي ما يعرف ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء هذا إنسان قلبه شارد عن الصلاة، لا يصلح أن يقال فيه شهد الصلاة. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله، الله يبارك. أنتم من أهل البلد؟ من أهل البلد صنعاء القديمة ولا؟ لا، من وين؟ أنا من الضالع. الضالع، كانت في مشكلة في الضالع وانتهت، توسط فيها الرئيس صح؟
قبل يومين. انت الامور الحمد لله متصافيه. شفتوا اثر العصبيه القبليه اذا ارادت ان تذكى، لكن لما يتدخل العقلاء والكبراء والوجهاء، هذا لو حصل في تاريخ الاندلس وتدخلوا القاده والكبار والجيش والشرطه والوجهاء، ما ظهرت هذه العصبيات القبليه في البلاد العربيه الاخرى وفي تاريخ الاندلس. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الله يحفظك. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. استغربت الباب فضربته. كيف حالك؟ اسمك الكريم. اهلا وسهلا. اسمك الكريم؟ احمد. تفضل. احمد ايش؟ لا لا انا مسلم عليك ونمشي، احنا مستعجلون. اسم حميد. احمد حميد. ايه. الايش؟ جلادي. الجلادي. ايه. السلام عليكم. لابد ان يرفع اليمني نسبه لانه يعتز باصل عربيته. شكرا جزيلا يا الجلالي، حفظك الله، الله يبارك فيك. شكرا. دخلنا السوق اليمنية في صنعاء القديمة، قطعنا طرقها الضيقة، مررنا ببيوتها ذات الأبواب القصيرة، وكل بيت منها كانت له صلة قديمة برجال حطوا رحالهم في الأندلس قبل قرون بعيدة. دخلنا مساجدها، وقفنا على أبوابها نتلمس وجوهاً قد تكون من نسل رجال بنوا للأمة مجدا، ما زلنا نشعر بعزته وإن جرى في الأندلس ما جرى. تجولنا في أسواقها، تلك الأسواق التي كان يجتمع فيها الناس وكانوا يسمعون أخبار الأندلس على تلك المجالس المنتشرة هنا وهناك في الطرقات. أوليست صلتهم قوية بالأندلس؟ إنهم فاتحوها منذ فجر تاريخها، إنهم سكانها منذ إعمارها، إنهم حكامها وشعبها وعلماؤها وتجارها، إنهم أهل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا مكان آخر من صنعاء القديمة، هذا في سوقها، الأعمال يدوية، كلها أعمال يدوية تراثية تعبر عن المدينة التي كان يسكنها الناس هنا قديما، وهي صناعات مختلفة ما بين نحاس ومعادن والعطارة التي تميز بها أهل اليمن. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. سؤال، الشبريه الجنبيه انتم تسمونها الجنبيه او الخنجر، شنو يمثل للانسان اليمني؟ يمثلها الرجوله وعادات وتقاليد من عهد شمري وهرعش. ايش؟ من عهد شمري وهرعش. الحميريين. الحميريين هي يقول عاده حميريه، لبس الخنجر كما نسميه وتسمونه الجنبية، عادة حميرية قديمة، وهي صورة من صور الرجولة. لو واحد زعل يرميه؟ كيف يزعل؟ لا أنا زعلت عليك الآن وبيك تراضيني، أبيك تلبي لي حاجتي. يعني يقول هذا جاه الله عنده. أي ما شاء الله. نحن عندنا مثلا يرمي العقال، أي. بس عندنا يقول هذا جاه الله عنده. عجيب. يعني أن تسلمه ما يريد، بعد ما يقول لك هذا جه الله. وإذا سلمته الجنبية وما لبى لك حاجتك، هذا معيب عند الناس. هذا معيب، وهذا يعني يخالف الرجولة. أيوة، مخالف الرجولة وقليل أصل. قليل أصل، عجيب. طيب ليش الآن اليمنيين المعاصرين ما يلبسون الجنبية؟ والله إلا في المناسبات العامة. بس بيشوفوا حيث والوظائف حقهم والعمل وال. إيه. ما يلبسوا، يلبسوا البنطلون. أنت الآن مو لابس الجنبية؟ أنا حاليا لا. ايه حاليا لا. والسعر يختلف. من اغلى سعر؟ اغلى سعر الى حدود 50 مليون. 50 مليون؟ 100 مليون دولار، 100 مليون ريال، كم دولار تقريبا؟ 100 مليون. حول 200,000 دولار. 200,000 دولار.
في واحد يشتري جنبيه 200,000 دولار، انا اشتري لي بيت 200,000 دولار احسن لي. بس هذا هم يتباهوا بالجنابيه، بس القديمه يعني صارت مباراه، يعني جنب بيتها الامام يحيى، جنب بيت الامام احمد بن، جنب بيت عبد الله بن حسين الاحمر الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه. شكر الله لك. الاسم الكريم بشير عزيزي. بشير، هنا نطوي الصفحه في تاريخ اليمن، نطوي الصفحه مع القيسيين واليمانيين، مع اصل العرب، مع صوره من صور الرجوله عند العرب. انا اظن ان الناس في الاندلس لو كانوا يدركون معنى الرجوله بجنبيه او بغيرها ما سقطت الاندلس. لون من الوان رحلتنا الى الاندلس ليس بعيدا عن تاريخ الاندلس، لاننا في اصل الاندلس، فاليمن اصل العرب. لا يمكن الوقوف على اليمن وتاريخها في زيارة عارضة كهذه. اليمن تاريخ عريق مدت جذوره إلى نواح بعيدة ومتفرقة من الأرض، وجمع شتات ذلك التاريخ يحتاج إلى سبر أغوار وجمع أخبار وتلاقح أفكار. ودعت صنعاء بمثل ما حللت بها، شوق لمعرفة تاريخها وعجز عن إدراك ذلك. فتاريخ اليمن بحر لا يمتطى ثبجه ولا تخاض لججه، فهل يمكن لمثلي أن يخوض عبابه ويقطع رحابه؟ أنى ذلك. كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجور. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بيننا.